ومعنا هاتفيا من الجزائر العاصمة أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية دكتور أحمد عظيمي. مرحبا بك دكتور أحمد. إذا الحكومة الجزائرية قررت إغلاق الجامعات لمواجهة الحراك الطلابي، كيف تصف دور الشباب في الحراك الشعبي بالجزائر؟ مساء النور أولا ومرحبا. حياك الله. تعلمون أن في الجزائر 50% من سكان الجزائر، يعني 40 مليون جزائري، في 50% 20 مليون عمرهم أقل من 30 سنة. وهؤلاء الشباب تجاوزوا بكثير السلطة القائمة في الجزائر، تجاوزوا بكثير الشيوخ الذين يحكمون الجزائر. هؤلاء الشباب مرتبطين بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، يتابعون كل ما يحدث في العالم، بينما الشيوخ عندنا باقون في مكانهم بنفس العقلية القديمة نتاع الستينيات. وهكذا وصلنا اليوم، فوجئنا، أنا أستاذ بالجامعة وفوجئت اليوم بأن السيد وزير التعليم العالي قد قرر منح الجامعة أسبوعين زيادة على العطلة. العطلة المفروض تبدأ يوم 24 مارس، فإذا به يأمر بأن تغلق الجامعة ابتداء من يوم غد. ونحن مبرمجين امتحانات خلال الأسبوعين المقبلين، تلغى الامتحانات وتغلق الجامعات. في ذهن السيد الوزير أن الشباب لما يذهبون، أن الطلبة لما يدخلون إلى بيوتهم، يذهبون إلى قراهم ومدنهم، هكذا تهدأ الأمور في العاصمة. ويعني هذا قرار هكذا ارتجالي، هذا قرار غير مدروس، هذا قرار غير مقبول إطلاقا. الأنباء تحدثت دكتور عن توقيف السلطات الجزائرية 195 شخصا، يعني هل تغير تعامل القوات الأمنية مع هذه التظاهرات والحراك الشعبي؟ هل يمكن أن تجر تلك الاعتقالات، هذا الحراك، إلى العنف؟ لا، هو ما علمناه أن الاعتقالات تمت بعد انتهاء المظاهرات، وهذه الاعتقالات كانت متعلقة ببعض الشباب الذين دفعوا للاعتداء على قوات الأمن. هؤلاء لم يكونوا من بين المتظاهرين، وهؤلاء المتظاهرون ينددون بهم ولا يقبلونهم معهم، لأن المظاهرات هي سلمية، مظاهرات حضارية، مظاهرات يعني لما نسير في الشارع وكأننا في بيوتنا، بكل احترام وتقدير. لا. الذي حدث في الأسبوع الجمعة الماضية وما قبلها، أنه بعد ما تنتهي المظاهرات تخرج مجموعات عصابات من الشبان، لا ندري من أين يأتون، وعندهم حجارة وعندهم سلاسل ولا أدري ماذا، ويعتدون على بعض الأملاك، ويعتدون على بعض رجال الشرطة. نحن نندد بهذا ونعتبر رجال الشرطة أبنائنا، وجهاز الشرطة هو جهاز أمني جزائري، ولا نقبل بالاعتداء على هؤلاء. وحتى المدير العام للشرطة، المدير العام للأمن، في بيان الجمعة السابقة والتي بعدها قال بأن هؤلاء ليسوا من المتظاهرين، وأن هؤلاء عصابات من المنحرفين اعتدوا على الشرطة. وبالتالي المظاهرات ستستمر حتى استقالة بوتفليقة، لأن الأمر اليوم لم يعد، المطلب الشعبي اليوم لم يعد يكتفي بسحب ترشح بوتفليقة، بل يطالبون باستقالة بوتفليقة، ويطالبون أكثر بذهاب النظام، لأنه النظام عجز، نظام بدد المال العام، بدد الثروة الوطنية، نظام قمع المعارضة، نظام كمم الأفواه، نظام حرمنا من أن نعيش في بلدنا بهدوء ونتمتع بالحرية في بلدنا. نعم. وبالتالي الآن تطور المطلب وأصبح يطالب بذهاب النظام ككل. ولكن هذا النظام الجزائري يصر على المضي نحو الانتخابات، يعني هل الانتخابات من دون بوتفليقة يمكن أن تحقق للشارع ما يريد برأيك؟ لا، الشارع الآن لم يعد يكتفي بانتخابات بدون بوتفليقة. الشارع الآن طالب بأن لا تكون هذه الانتخابات، وحتى لو النظام يذهب إلى هذه الانتخابات، من سيترشح؟ معظم المترشحين الذين لهم وزن في المجتمع، والذين بإمكان أي واحد منهم أن يحكم الجزائر، هؤلاء انسحبوا من الساحة ولم يشاركوا في الانتخابات. وبالتالي نحن لا نتصور بأن النظام يذهب إلى هذا الحد من سوء التقدير، بحيث يذهب إلى انتخابات.
من سينتخب، وحتى القضاة الذين من المفروض أنهم هم الذين يراقبون الانتخابات، فيه الآن مساعي لإصدار بيان من القضاة يقولون بأننا لن نشارك في هذه المهزلة، إضافة إلى أن الذين يعملون، تعلمون أن عندنا 55 ألف مكتب انتخابي، هذه وسيلة استعملها السلطة أنها تكسر من المكاتب الانتخابية حتى لا تتمكن المعارضة، أحزاب المعارضة لا تتمكن من مراقبة كل هذه المكاتب. إذن في 55 ألف مكتب انتخابي، والناس يقولون بأننا لن نذهب للعمل في هذه المكاتب يوم الانتخابات. وبالتالي لا أتصور بأن تكون هناك انتخابات. ينتظر أنه خلال اليومين المقبلين أو ثلاث أيام المقبلة قد تكون هناك أشياء جديدة، قد يعلن عن إلغاء الانتخابات و ممكن الذهاب إلى مرحلة انتقالية. يبقى الآن أن السلطة مصممة على أن تكون المرحلة الانتقالية ببوتفليقة، والشعب مصمم على أن لا تكون مرحلة انتقالية ببوتفليقة. بوتفليقة بالنسبة للشعب انتهى، الآن الناس لا يتكلمون عن بوتفليقة، بالنسبة إليهم خلاص انتهى بوتفليقة، إنما يتكلمون عن ما بعد بوتفليقة. شكرا جزيلا لك أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية دكتور أحمد عظيمي.